بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا مع الوقفة 34 من الوقفات التاريخية، ونسجلوهم اليوم من متحف سيرتا بقسنطينة، ونخصها للمملكة النوميدية التي كانت عاصمتها سيرتا، أي قسنطينة حاليا، والممتدة يعني من غرب تونس وجزء من ليبيا حاليا حتى نهر ملوية بغرب وجدة، وهي الحدود التاريخية للجزائر. وشملت يعني نوميديا الشرقية التي كانت عاصمها سيرتا أو ماسيليا، ونوميديا الغربية ماسيسيليا التي كانت عاصمتها سيكا، أي تيموشنت. تأسست عام 202 قبل الميلاد ودامت حتى 46 قبل الميلاد، يعني جزء من الوجود الفينيقي وجزء من الاحتلال الروماني. وهذه هي الخاصية يعني تاع المملكة النوميدية، أنها تواجدت في نهاية عهد وبداية عهد جديد عن طريق يعني ماسينيسا الذي تحالف مع الرومان ضد الفينيقيين، وشاركهم في يعني الحروب الأولى يعني ضد الرومان، ولكنه في الحرب البونية الثانية قلت تحالف مع الرومان، واستطاع أن يقضي على حنبعل أنيبال في معركة في عام 202، وبذلك سمحت له الفرصة بتوحيد هذه البلاد لأول مرة تحت يعني عهد وطني، وهي يعني المملكة النوميدية. وسيكون لنا وقفات أخرى مع ملوك هذه المملكة، يغرطة ويوبا وغيرهم. وإلى وقفة من الوقفات التاريخية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.